مساء الخير البنات، مرحبا بكم في قناتكم قناة لوندا دي زاد. اليوم في باري راه الحال الجو ربيعي، جو مشمس كما راكم تشوفوا. وانايا ما كانش على بالي، خرجت بالمونطو وقلت لمديدي قبل ما نخرج نلبس الفيستا، كنت متخوفة من البرد، مي فينالمون جيتي فريمون ديسو دون كوتي باسكو كاموفليت روحي ما باش لبسها يعني تكون خفيفة يدي كونتراكتي اي تو، et d'un côté j'étais tellement émue, j'ai tellement aimé aussi et le plaisir ça m'a qu'il حال يكون روعة، الجو يكون هايل. وهلا بنت راح نعمر ليسونس ما حاش نصور لكم، راني رايحة ان شاء الله للبارك ومن بعد راح نفيلم لكم فيديو. السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في قناتكم قناة لوندا دي زاد. اليوم حبيت نهضر معكم في واحد الموضوع، دابا راكم شرا صاري في فرنسا، دونك لا فرانس سي بلو كوم افون، فرنسا تبدلت 97 درجة. ما تتساهلش فرنسا اليوم، خرجوا قوانين وصعبوها وزيروها بزاف، و راهم معولين على المهاجرين او لي زيميغري. كي نقول المهاجرين والحراقة راهم جايبينها موراهم، يعني لي زيميغري اللي عندهم بيان سور تيتر دو سيجور، اللي عندهم لا ريزيدونس راهم جايبينها فريمون موراهم. دونك يا ربي وبرك. دونك حبيت نتناول معاكم هذا الموضوع، راهم خارجين بزاف في لي زيميغري بيان سور، اللي عندهم تيتر دو سيجور دوكا وراح تموت لهم، وباش بيان سور يرونوفلوها او يجددوها وباش يعاودوا ديمونديوها لازم لهم بزاف الوقت، باسكو رايحين ايفون ايتودي يعني يعاودوا يدرسوا الملفات او لي دوسيي وراح يشددوا معاهم، وراح باسكو اللي خرج قانون، القانون هذا اللي خرج نتاع يشوفوا شكون اللي ما متجوزين الحبس 5 سنين ايتو، واللي عندهم لي غاردا فيو وبيان سور كان يعطوا لهم اوراقهم صح بعد ما يعني يزيروها بزاف، بعد ما يعني يجروهم بزاف ويخليهم يستناو يعني راح طول مده الانتظار. دوكا الوقت حاليا اللي رانا فيه اكطوالمون كاين بزاف الناس راهم يعانوا من هذا المشكل اللي هو دوسي تاع رونوفلومون دو تيتر دو سيجور، راهم ما يواجبوهمش وما يجاوبوهمش، ولا جاوبوهم يخلوهم يستناو، ولا يبعثوهم يديروا لي ديمارش ومن بعد تتلف لهم كامل. دونك الله المستعان. فوالا بالنسبة بيان سور اللي عملوا الجنسية أو دومونداو الجنسية، يعني الناس اللي مجنسين اللي سبوها، دونك بالنسبة لهم الله أعلم، ربما بلوتاغ رايحين يشددوها، بمعنى رايحين يديروا لهم امتحان يشوفوهم إلا يعرفوا صح يهضروا الفرنسي، النيفو تاعهم لونغاج، النيفو تاع المستوى تاعهم اللغوي، اسكو يحسنون اللغة الفرنسية، واسكو بيان سور انتيغري، واسكو يعرفوا يهضروا الفرنسي، اسكو يعرفوا يكتبوا، ويجاوبوا ربما على بعض الاسئله باش يشوفوا هو النيفو تاعهم، واسكو يعني باش يعاودوا لهم ربما، ولا بد باش ربما يقبلوا لهم ولا ما يقبلوا لهمش، يعاودوا لهم ولا يقبل ماشي يعاودوا الجنسيه الفرنسيه. دوكا الجنسيه الفرنسيه ولات ولات كلش صعب. دوكا لي زيد ولادهم هنا في فرنسا دوا دو سول ما بقاش، معناتها لي زيد ولادهم في فرنسا كيما كانت بكري الحق واحد السختان اج يعطيو لهم الجنسيه الفرنسيه، دوكا محاوها سوبريموها فاسوها، دونك ما تكزيستيش. لي زايد هنايا في فرنسا فوق الاراضي الفرنسيه ويكبر الحق واحد لاج ما راحش يعطيو له الجنسيه الفرنسيه للاسف الشديد. فوالا، ومع الارتفاع الاسعار انا دخلت ليدل عقلي حبس، شفت نسبة ارتفاع الأسعار في كلش في المواد الغذائية، ومع اللي راه جاي رمضان الله أعلم كيفاش راح نديرو، قال لك راهي تشعل النار، وأنا شفت بعيني يعني عايشة في فرنسا أنايا ديجا صافي ديزاني بخاسك فايتة راهي في 20 سنة وأنا فرنسا، دونك جو سي دو كوا جبارل، راهي فرنسا تبدلت على اللي فات، دونك وفي نسبة الأسعار راه النار تشعل، وقال لك راح تزيد نسبة ارتفاع الأسعار، دونك راني نخمم كيفاش نستخدم وما لحقتش. ويا ربي السلامة يا ربي استرها برك علينا، باسكو دوكا الواحد راه يخدم وما لحقش، قال لك راح يزيدوا في تريسيتي ما على بالناش دوكا كيفاش رايحين نعملوا، راح يزيروها بزاف بزاف بزاف، راح يخنقوهم فريمون يخنقونا كامل بالاسعار بكل شيء، دونك ربي يستر وخلاص. هذا مكان دوكا ديجا على الحراقة مساكن
راه يشددوا ويصعبوا فيها باسكو راهم كونتر دي ميغراسيون كونتر الهجره باسكو عندهم قلق بزاف لي سيميغري ولي سيميغري هذاك واش داروا من ماشي شغل الحلاقه واش داروا من قبل داروا واحد هما يحكموا عليك غير لا فوت لا بتيت بيت وخلاص ويشدوها لك دونك دوكا ما مش قابلين كامل لي سيميغري مرام جايبين مرام ديجا واش خرج القانون وطبقوه وسيناو عليه اوفيسيال خرج دوكا راهم يطبقوا فيه هذو الايامات في فيفري وراح تزيد صعاب تعب تعب في هذا اواخر فيفري ومارس راح يتصعب بزاف بزاف قال لك دوكا راهم بداو يكسبيسيو في الناس الناس راهي تهرب الناس راهي تهرب قال لك راهم يشدوهم في في الكونترول نتاع في يعني في ليغ ولا يعني فوالا في وين يشدوا البيس ولا في المترو ولا المهم راهم بزاف يديروا الكونترول يحكموهم على لا بتيت بات زعما تشتيكي يعطيك واهطك ومن بعد يولوا في ليكسبيسيون وتولي في لا بوليس ايتترا ايتترا دونك فوالا البنات وعندي واحد المعلومه دخلت في تيك توك مقبلات وشفت واحد مسكين حلقه قال لهم بقات قاعده قالت لك فرو قال لك فرنسا اسمها مقبره المهاجرين معناتها سيمتيغ نتاع فرنسا قال لك المهاجرين خلقوهم يعني دوكا واش شي واحد يدير تاويل ولا واش يدير هنا سما دوكا الواحد ولا باش ما بقاتش والله ما بقات والحراقه يما لا كيفاش دوكا الا المهاجر خدام ولاباس به وعنده اوام هنا في فرنسا وعنده كوارتو تحته يعني تيتر دو سيجور ولا لا ريزيدونس ومصعبينها له وراح يصعبوها له كيفاش مال الحراقه مسكين سما راه شغل واش يشوف راهو واش يشوف راهو دونك انا شفت في تيك توك واحد قال لهم ما بقاتش قاعده هنايا في فرنسا وقال لهم نحوس نروح لبلاصه واحده اخرى دوكا الناس كاين راهم يروحوا لا بلجيك ولا لاسبانيا وكاين اللي راهم يروحوا كذلك الكندا انا واش نقول لكم نقول لكم اللي حاب يروح يروح لكندا علاش كندا هي فقط فيها البرد هذا مكان من الواحد يعول على ربي ولا بلجيك راهم يروحوا ليها بزاف قال لك يخدموا كواطهم اللي راهم في بلجيك وكاين الخدمه وي ما في كندا كاين الخدمه بصح البرد في كندا بصح اسبانيا ما نوصيكمش اللي عندهم الاولاد ما نوصيهمش لاخش في اسبانيا ينحوا دراري دونك للمعلومه اللهم زدنا علما فقط باش نوروكم باش تعرفوا واش كان واش ما كاش فوالا دونك ما خلاوش الامل ما خلاوش الامل وحراقه سو كي فون لي ريغولاريزي لور سيتوياسيون بيان سور هما الناس اللي يخدموا في ميتي تونسيون ميتي تونسيون شنو هي هي في لا ريستوراسيون هي ايضا في الميتي تاع لي شونتي زعما برا في الخلا الحاجه خدتها فورسي الخدمه اللي ما يخدموهاش الكور الخدمه عندكم الكور يتقلشوا ويتشيكاو ما يخدمولكش يخدموا لك غير في البيرو بيان سور سي نورمال وحنا لي زيميغري هنا هما مساكن اللي يخدموا الخدمه لا ترافو فورسي الخدمه اللي فيها لا ريزيستونس الخدمه اللي يتحمل فيها الانسان والخدمه اللي تقزر الخدمه اللي الانسان بلوتار على باله بلي سوا يولوا عنده دي سوسي دو سونتي يعني ولا باينه دونك الخدمه اللي ما يتقلشوا عليها الكور يعني واللي بالبابي تاعهم وعندهم كواغطهم يتقلشوا دونك هذوك اللي ما عندهمش مساكن ولا هذوك اللي غير كيما جاوا زعما جدد هذوك مساكن هما اللي يقبلوا الخدمه هذه لاخش ما اوبليجي تاكل وتشرب هنا في فرنسا فوالا كيما قلت لكم دونك هذه هي رامي يهربوا منها كور ورامي يهربوا من فرنسا تاع الموليزان طلعوا كل الشغل كل زاد ناس كامل رامي يهربوا من فرنسا من كور دي فرونسي دو سوش رامي يهربوا رامي يروحوا كثرتها لا بلجيك كثرتها الحلقه رايحين لا بلجيك ما نعرف ان شاء الله كل واحد ربي يسهل عليه المهم فرنسا ما بقاتش فرنسا هذوك اللي زاد اللي عاونوا كل شيء كنا كانوا كامل ما كانش اللي ما يحبش فرنسا كنا نجوها سورتو على لي زاد على جال بيان سور باش الناس تبروفيتي سي نورمال ما كانش اللي ما يحبش يحس مستوى المعيشه نتاعو بصح الانسان الا جا لهنا وزيد يخنق روحه ويفا سي توفي ودير مشاكل روحه ويتبهدل ويتجرجر ويدل اللهم دل البلاد ولا دل المهم فوالا هذا واش نقول لكم البنات راح راهم زيروها وقيل راح يزيدوا يزيروها المهم انا سانسيغمون حقيقة أنا في الصح من قبل ما نجي لفرنسا كان في عمري كو 17 كنت نقرا في واحد الجورنال وجورنال هذا يعني جريدة وأنا كنت نحب نقرا الجرائد وطحت في واحد لارتيكل أو واحد يعني لو تيتر في الجورنال في الجورنال بيان سور اللي هو عن الهجرة الهجرة و يعني الهجرة إلى كندا
وعجبني بزاف لانه قال لك فيه لي زافونتاج هذاك الوقت، وكاين فيه الخدمه ابواب العمل مفتوحه يعني فرص الشغل فيها يعني متاحه. وايضا قال لك البلاد هذيك. فوالا دونك انا ذاك الوقت كنت بكواطي ناسيوناليتي فرونسيز، دونك نقدر نفيزيتي كامل لوروب عادي، جي مي بابيي دونك ما جو انا نغيضوني الحراقه صح، ويغيضوني اللي عندهم لي ريزيدونس ولا اللي عندهم ريزيدونس بيان سور ولا تيتغ دو سيجور يغيضوني. انا الحمد لله جو سوي ني ان فرانس اي جي ما ناسيوناليتي فرونسيز، دونك على بالي بلي ما راحش توشيني اي حاجه تاع قوانين ولا كش حاجه، لانه انا جو سوي فرونسيز بور لا فرانس، لا فرانس مي كونسيدير بور اون فرونسيز الحمد لله، دونك نتمتع بكامل الشروط والقوانين كامل تحميني انا ولادي الحمد لله. دونك انا بصح يغيضوني، ولان انا عن انا يعني جو سوي شكون لك فوالا، دونك انا يغيضوني والله العظيم. دونك نقول كاين واحد واش جابو، كاين اللي جابو باش يدير لافونير، كاين مي لي زاد قطعوهم قطعوهم فوالا قطعوهم فريمون. الوصي كامل حراقه اللي حايبين يخربوا ولا يهرجوا يهجروا ولا يهربوا ولا حايبين يبدلوا البلاد اللي تعطيهم الكواغط، نوصيكم ما تروحوش لاسبانيا اللي عندهم دراري نحو دراري. كندا فيها البرد، الله اعلم الا تلقاو زعما مساعده سا جو سي با. نوصيكم بلجيكا، لا بلجيكا قالك راهم راهم يقدروا يلقاو روحهم فيها. فوالا والله المستعان. فرنسا ما بقاتش فرنسا، سي دوماج صعبوها الله غالب واش نديرو. قالك لا غالب واش نقول لكم، واللي عنده كازي جوديسيير نتاعو مسخ ولا ضرب فيها 5 سنين حبس، قال لك ملي عنده كازي جوديسيير نتاعو مسخ ما بقاش اسبوار، ما مش يعاودو الكواغات. بصح اللي جا و اللي باغيزامبل دوكا فرنسا واش نقولو حنا، مكتوب كاين اللي جا ودار كواغتو و انستالا وعندو لا ريزيدونس وعندو تيتغ دو سيجور الحمد لله، كتبت له فرنسا مكتوبه ليه ليش، واللي ماشي مكتوبه ليه ماشي مكتوبه ليه، اللي ماشي مكتوبه ليه ماشي مكتوبه ليه، واللي مكتوبه ليه مكتوبه ليه. هذه هي فرنسا تبدلت. واش نقول لكم، تفاصيل صح انا ما تضمنيش هذا القانون، لانه انا ما نيا كيما يقول نص ناسيوناليتي فرونسيز وما عندي ما نحسش روحي ما راني في الغربه. المهم وكان ماشي والديا ويما، انا لا فرانس ما كونسيدير بور اون فرونسيز، وما يضمنيش كاع القوانين زعما غير زعما كيجي يزيدوا لو بري ولا هذا ما كان. مي انا كاوريه كوارتي كور يلا غير بقى فيا، وهذوني بزاف الحراقه وش نقول، ربي يجيب الخير. هذا ما كنقولهم لا غالب، واش نقولهم بون كوراج افو بون كونتينياسيون، ربي معاكم وان شاء الله كما نقول لك بدل المرح تصرح، ما تبقاوش للذل اللي يطاولوا كواغط. مبروك عليه. قال لك ميم دوكا كي يتريتو الدوسيات راح يخيروا ثاني، ولا الكواغط مترافيكين ولا كش حاجه قال لك يحاسبوا. دونك راح يقراو مليح مليح، يفون اناليزي فون ايتيدي، وراح قال لك يصررون انهم بيان سيغ رايحين يغيضوك العوام، يغيضون دوك العوام اللي تجوزت فيهم في الغربة، واحد يتمرمد وكلشي مع الاخر كما كان ما كان، مع الاخر ما كاين والو. واش نقولكم، تغيضك بزاف واحد يكون متمسك بواحد الحاجة ما تولي له شغل احلام واوهام. دونك و مي بون بون كوراج ا تو موند، و ابوني لاكي فوالا. حنا نتمنى ان شاء الله يبدلوا لكم الكواغط، اللي ان شاء الله يتسهلوا معكم ويمدوكم هذا مكان. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تعملوا لنا لايك وشكرا على المشاهده. فرنسا ما بقاتش فرنسا، بارطاجي لاكي و فوالا. دونك بون كوراج ا تو موند، سالي.